طب مين اللي وجهك بعد كده وانت كابتن عز؟ كابتن عز هو اللي هيحولك بقى من السله للكوره. انا رحت اتمرنت طايره، شاف فيك الموهبه، رحت اتمرنت طايره مع كابتن عبد اللطيف ابراهيم، بس كان بيجيبني الساعه 6 الصبح المدرسه. لقيت بقى صوابع وبتاع، مش هقدر، ما رضيتش، ما حبيتهاش. كابتن عز خليفه قال لي تلعب كره معانا. كان في سداسيات زمان اسمها سداسيات بنونه، كانت بتتلعب في النادي الاهلي، وكان في ملعب المعلمين مكان مستشفى المعلمين. فكانت نهائيات الجمهوريه كلها بتتلعب، كانت محرم بيك في البوري الاول. بس شروط المسابقه دي الركنيه كانت تحسب جون، كانت تيجي جون الركنيه جون كل اربع كورنر بهدف. ايوه، ما كان عايزين بس الحاجات الحلوه دي. كان قوي يعني، كنا مثلا نلعب نجيب جون ونحاول نجيب كورنر، لان لو الفرقه الثانيه جابت اربع ركنيه بجون، لو جابت هدف فينا يبقى احنا لسه سابقينهم بكورنر. فكانت الفرقه كانت كويسه جدا. كانت الاسماعيليه الثانويه فيها ميمي شعبان وفيها فرقه الاسماعيلي كلها. المحرم بيك كان فيها عز الدين يعقوب، بحر جاسور، شتا، البوري، كابتن شتا. كانت فرقه كويسه وهي اللي خدت البطوله. احنا الابراهيميه كنت انا والله يرحمه شريف زازا، محمد زازا كان من اللعيبه الصاعده، كانت كويسه جدا لدرجه ان كان بيلعب الترسانه مره ومسكوه كابتن شاذلي، فهو الاهلي كسب. فجيه تاني يوم هو بيقعد جنبي في الفصل، قال لي انت زعلان يا ابو العز؟ قلت له لا طبعا، انا مبسوط ان انت ظهرت بمظهر كويس. كان سردي باك هايل، خدت مركز الثاني في دوري المدارس، في دوري المدارس مدارس محرم بك هي اللي خدت الاول، الاول في السداسيات. السداسيات، لكن اللي خدت البطوله في كده السعيديه. السعيديه، واحنا طلعنا الثالث. بنها كسبتنا، كانت بنها فرقه كويسه قوي برضه. بنها كسبتنا، فكان دوري المدارس في الثانويه كان دوري قوي جدا. فما رحت النادي الاهلي واقف تحت المقصوره لسه بتفرج، فكان بيمرن كابتن جمال مسعود، وكان الكابتن همامي ماسك فرقه، هم الفرقتين دول وفرقه كبيره مع تاديتش الاجنبي اللي هو اليوغوسلافي. فشفت كان جمال محمود، كنت افتكره كان بيلعب في وسط الملعب، وكان سيد فرج، وكان كانت فرقه كويسه قوي. فلقيت الكابتن كامل مسعود راح رايح على جمال وراح ماسكه من ودانه ورافعه عشان غلط. فانا خفت مشيت، ما رضيتش، فقلت لهم لا انا خليني في الباسكت وبتاع. فشافني الكابتن رفاعي، قال محمد ما تيجي زي زمان. يعني انت الاول خفت لما لقيت الكابتن بيضربه ماسك لعيب جمال بعد كده. جمال ما بقاش يغلط، وكان من اللعيبه بتوع وسط الملعب المميزين. رحت الزمالك بعدها، رحت مع كابتن رفاعي، خدني، وكان الكابتن علي شرف كان ابو الناشئين، كان عنده فرقه كويسه قوي. وكانت الفرقه كويسه قوي بتاع الزمالك اللي كان فيها بليه الصغير عابد، اسمه عابد، وكان عبد عزيز، وكان علي وهدان، والدله كانت فرقه، وحسام السمري وفاروق السيد، يعني كانت فرقه كويسه قوي. فانا رحت تمرين، كابتن علي شافني قال لي انت مزوره. قلت له يا كابتن علي، كان جسمك كبير وقتها، كان جسمي كبير 16 سنه، وكنت 16 سنة. يعني داخل في حاجه، كنت مربي شنبي 16 سنه، واحد مربي. فقال لي انت مزوره. قلت له لا يا كابتن علي مش مزوره. قال لي طيب انزل التمرين. نزلت التمرين معاهم، كان في بقى شبه ايه شلاليه، يعني ما لمستش الكوره، بيلعبوا لبعض، دول من عابدين ودول مش عارف منين ودول منين، كل مجموعه مصاحبه بعض، ما قدرتش تخش في الجو ده. ما قدرتش اخش نفسيا، ما ارتحتش. ما ارتحتش في الاهلي، وما ارتحتش لما شفت، ما ارتحتش في الزمالك، الزمالك لما خفت، عديت الشارع بقى، هقعد بقى. وما عديتش، رحت مروح، ما يعني ما رحتش الترسانه في نفس اليوم. لا ما كنت بحب الباسكت يا اسطى. فقلت لا كره ايه، اديني بلعب في الشارع وخلاص. فكان عندنا الله يرحمه لو تفتكر بكر علي اللي جاب الجون في الانترناسيونالي للزمالك، وكان ولاد عمه اتنين بيلعبوا في الترسانه، عبد الفتاح وعنتر. عنتر ده كان بيتعب تحت 20 وانا صغير. قال لي ما تيجي يا محمد الترسانه. قلت له لا خلاص يا عنتر، انا هروح، خليني في الباص. قال لي بس تعال. فروحت معاه، دخلت لقيت الكابتن سيد بلبل الله يرحمه، كان لعيب دولي، كان مدرب. كابتن سيد بلبل ده اللي هي صاحب فضل بقى، هيكتشف هو بقى صاحب الفضل. فشافني شك برضو، قال لي انت مزور يا محمد برضو نفس الكلمه. قلت له لا يا كابتن. قال لي طب بص، عشان ما تبقاش لو انت مش مزور صح، خش امضي على الثلاث ورقات دول. قلت له ايه دول؟ قال لي امضيهم مفيش مشكله. قلت له خلاص امضي، لان انا
انا مواليد 18/4/46. ربنا يديك الصحه. فقلت له لا انا مش مزور. قال لي طب مضيت. نزلت الملعب قال لي هتلعب سيردي باك. لعبت سيردي باك. التمرين اللي بعديه لعبني في وسط الملعب. كان عندي يعني الحمد لله كان عندي ميزه فيها التحمل. عندي التحمل كان يعني الحمد لله. تلعب في كذا مركز. العب وبدنيا كويس. يعني قوي بالنسبه للسن اللي موجود. فقال لي لا خلاص هلعبك ايه في وسط الملعب. فلعبني في وسط الملعب فلقيته بيقول لي في يوم كده قال لي يا محمد انت في يوم من الايام هتلعب دوري. فقلت يمكن بيجاملني. قلت له يا كابتن هو شاف فيك ميزه حلوه. هو مميز بقى يعلمني بقى ازاي اضغط ازاي ارجع ازاي ولما كان يحتاجني يكون مغلوبين ولا حاجه يروح ملعبني فيرود عشان فرق السرعه. كملت ولعبت معاه 17 سنه. السنه اللي بعديها طلعنا 18. كان سنه زوجي وسنه فردي. فطلعنا السنه اللي بعديها 18 سنه. كان معانا الكابتن زكريا مظلوم. 18 سنه طلعت درجه اولى.